هذا وتوفد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات المواطنين إلى مقبرة العالية للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الفريق الفقيد أقول الفريق الراحل. المواطنون جاءوا من جميع ولايات الوطن للمشاركة في توديع فقيد الجزائر وعبروا عن حزنهم وفاجعتهم لفراق قائد الأركان. عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله العلي العظيم أن يرحم القائد الفريق أحمد قايد صالح. وأنا جئت من ولاية تبسة مع أصدقائي لأحضر هذه الجنازة. لقد تلقينا وفاة القايد صالح وبهذه ونعزي عائلته ونعزي عائلة الجيش الوطني الشعبي كما كذلك الأمة الجزائرية جمعاء. وبهذه المناسبة الآليمة يجب على الشعب الجزائري أن يتحد من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب. بهذا الخبر الحزين الآليم نعزي كافة الجزائر، وهذه تعزية من كل ولاية وادي سوف إلى كل الجزائريين، وافتقدنا إليك يا عمي صالح، الله يرحمك وربي يدخلك الجنة إن شاء الله. ومن الواجب عليهم أن يقوموا بصون هذه الأمانة، أمانة الشهداء التي أوصلها هو من سنة 1957 بداية الكفاح تاعه ضد المستعمر الفرنسي إلى غاية كفاحه الذي استمر إلى غاية سنة 2019، أين سلم الأمانة للجيل القادم، وإن شاء الله يحافظوا على هذه الأمانة. وأنا راني جيت من بلدية عين ياقوت مسقط أحمد قايد صالح. حضور مراسيم دفن عمي صالح الأب والأخ والشهيد والمجاهد، ونعزي أهله ونعزي الجيش الوطني الشعبي ونعزي جميع الشعب الجزائري. نعم، هكذا كانت جنازة الراحل الفقيد الجزائر أحمد قايد صالح، هكذا ودع الشعب الجزائري القائد أحمد قايد صالح في جو حزين، في يوم سيتذكره التاريخ، في يوم سيبقى في الأذهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد التفريغ من الدفن: ادعوا لميتكم، ندعو الله عز وجل أن يتغمده وأن يثبته عند السؤال. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.